بسيط ورحب بكم اليوم مع درس جدول الدواء المشتقة. بمعنى غيكون عندي دواء قابل للشقاء ونحسدو المشتقات ديالو. ونطلب منكم أيها التلاميذ الأعزاء أن هاد الجدول اللي غادي نعملو لكم ضروري هاد جدول الدواء المشتقة تحفظوه وتطبقوه عن ظهر القلب. إذا إلا خدينا ك، شنو هو ك؟ ك هو عدد ينتمي إلى أ، ك عدد ينتمي إلى أ، كيفما يعني عدد حقيقي. المشتقة ديال ك تساوي صفر ديما، أي عدد حقيقي المشتقة ديالو كتساوي صفر. فثلاثة درت ليها بريم غتعطيني صفر، ناقص خمسة بريم تعطيني صفر، واحد على اثنان بريم تعطيني صفر، جذر اثنان بريم تعطيني صفر. خلاصة القول ك بريم تساوي صفر فيما كنشتق عدد ينتمي إلى R، النتيجة هي صفر. إذا هذه أول خاصية لابد أن نحفظها ونعرفها وهي بسيطة جدا. الاشتقاق ديال واحد العدد ثابت بحال ناقص 7 ألف واحد على جوج ناقص 5 على 4 دائما بريم تعطيني صفر بدون نقاش. ثم بعد ذلك المشتقة ديال X، المشتقة ديال X تساوي ماذا؟ تساوي واحد. هادو خصنا نحفظوهم. لماذا أيها التلاميذ الأعزاء؟ لما أنا كنخدم بالاشتقاق وكنخدم جدول الدواء المشتقة المطلوب فقط نعرف لافورمي اللي عندي ونعرف المشتق المشتق. يعني في نهاية المطاف يجب أن نخرج من هذا الفيديو هذا ومن هذا الدرس هذا إن شاء الله وحنا حافظين وضابطين هذه الجدول. إذا بلا ما نعاودو كثيرا، إكس بريم يعطيني واحد بدون نقاش. إكس بريم المشتقة ديال إكس هي واحد. أرى ليا إذا عندي إكس أس إن، الخاصية إكس أس إن بريم أش كتقول ليا؟ إكس أس إن بريم كتقول لي هاد ان اللي كاين في الاس غادي نهبطو لهنايا ومن بعد غنقص ليه واحد في الاس غتولي ان ناقص واحد. غنديرو امثله لتطبيق هاد الخاصيه. مثلا قلت لك اكس اس 4 بريم، شنو هما الخطوات اللي غدير؟ غتنزل لي 4 هنايا الاولى، ثم هاد 4 تنقص ليها واحد غتولي اس 3 اس 4 ناقص واحد كما كتشوفوا ان ناقص واحد. دونك كتولي ماذا؟ 4 اكس اس 3. مثال اخر، افترض ان عندي اكس اس 5 بريم، اذا هاد 5 غتنزل لهنايا وغنقصو ليها واحد وغتولي عندي 5 اكس اس 4. اخر مثال، تخيل مثلا عندي 10 اكس عفوا اكس اس 10 بريم. اذا الطريقة بسيطة، هاد 10 غتنزل تحت هنايا غتولي 10 وغنقص ليها واحد في الاس وهاتولي اكس اس 10 ناقص واحد بمعنى 10 اكس اس 9. اذا الخاصية التي يجب ان نحفظ لما يكون عندي اكس كما مكتوب عندكم في السبورة، اكس اس ان بريم تعطيني ان فوا اكس اس ان ناقص واحد. اذا ها هي عندكم ايها التلاميذ الاعزاء ان فوا اكس اس ان ناقص واحد. ارجو ان يكون واضحا. بالنسبة الى عندي صيغة ا اكس، ا اكس تعطيني ماذا؟ تعطيني ا. دونك ا ينتمي الى ار نجمة. مثلا اش كنقصد انا ب ا اكس بريم تعطيني ا؟ يكون ا عدد حقيقي غير منعدم. مثلا ناقص 3 اكس بريم، شكون اللي كيلعب لنا الدور ديال ا؟ ناقص 3 هي اللي كتلعب الدور ديال ا، النتيجة تعطيني ناقص 3. مثلا 6 اكس بريم تعطيني ماذا؟ تعطيني 6 بمعنى يختفي اكس وكيبقى داك العدد اللي مرتبط باكس يختفي اكس. مثلا 1 على 2 اكس بريم تعطيني 1 على 2. مثلا ناقص جذر 7 اكس بريم تعطيني ناقص جذر 7. ارجو ان يكون هذا واضحا. اذا بصفة عامة الى عندي ا اكس بريم كتعطيني ماذا؟ كتعطيني ا بمعنى يختفي اكس وكيبقى ا الذي كان مرافقا لاكس. اذا انتبهوا لهذه الخاصية، ا اكس بريم تعطيني ا. اذا ثم الخاصية الموالية ا اكس زائد ب بريم، ا اكس زائد ب إذا هنا أ في هذه الحالة أ ينتمي إلى نجمة
و ب ينتمي الى ا. دونك المشتقة هنا كتعطيني ا. دونك هادي بحالها بحال هادي. الى عندي اي اكس قلنا الى عندي اي اكس بريم غيعطيني ا، كيختفي اكس وكيبقى العدد ا. الى عندي اي اكس زائد ب بريم غيعطيني حتى هو ا. علاش تسرب الملاحقه المشتقه ديال ب اللي هي عدد حقيقي، المشتقه ديال ب ب بريم تعطيني ماذا؟ تعطيني صفر. اذا هذا الشيء ما كيبقاش، وملي غنجي نشتق ا اكس كيعطيني ا. اذا هذا هو السبب علاش كتعطيني ا. اذا الا بغينا نديرو امثله ديال خاصيه اكس زائد ب بريم كتساوي ا، الامثله بسيطه. مثلا عندي 3 اكس زائد 2 بريم، واضح غتعطيني 3. تساوي المشتقه ديال 2 بريم غتعطيها صفر، و 3 اكس بريم غتعطيني 3. مثلا ناقص 7 اكس زائد 1 على 2 درنا ليها بريم، يعني الشقة كاش غتعطيني؟ غتعطيني ناقص 7. مثال آخر، مثلا ناقص جذر 3 إكس زائد 7 على 4 مثلا، إذا أش غتعطيني؟ غتعطيني ناقص جذر 3. إذا تذكروا أرجوكم أيها التلاميذ الأعزاء أن إكس زائد ب بريم تعطيني أ. بعد ذلك سنمر إلى مثلا ناخذ المشتقة ديال جذر إكس. جذر إكس إذا هنا مسألة ديال الحفظ، المشتقة ديال الجذر، لأن جذر إكس يعتبر دالة اعتيادية، يعني من المعتاد أو من المألوف أننا نتعامل معها في التمارين. إذا الخاصية جذر إكس بريم كتعطيني واحد في البسط على مدى 2 جذر إكس. كتحفظها بهذه الطريقة أيها التلميذ العزيز، وكتأبليكيها في المستوى ديال بروميير أني باك ودوزيام أني باك. مطلوب منك تحفظ هذا الفورميل وتطبقها كما هي دابا بكل وضوح، يعني بكل بساطة. جذر إكس بريم كيعطيني واحد في البسط على 2 جذر إكس. احفظوها لأنها مهم جدا أنها دائما كنتعاملوا معها. إذا هنا كاين واحد على 2 جذر إكس، بالتأكيد هذا إكس هذا ينتمي إلى آر نجمة زائد، خاص يكون عدد حقيقي موجب غير منها غير منعدم، يعني موجب اكس خصو يكون موجب قطعا. أريد الى عندي جذر اف، شنو هو الفرق ما بين جذر اكس وجذر اف؟ الفرق بسيط، هنا عندي اكس وهنا عندي اف كدالة، يعني عندي شي حاجه اكثر من اكس. نعطيو مثال، مثلا عندي جذر مثلا ديال اكس اس 3 زائد مثلا 6 اكس، دونك هنا هذه كتبدل لي دالة اف. دونك الان اولا نعرف الخاصيه ومن بعد نعطيو امثله. دونك مثلا جذر اف بريم كاين فرق، اشنو كتعطي؟ كتعطيني هذه اللي كاينه لداخل هنا اللي هي اف. اش غندير ليها؟ غندير ليها في البسط الاشتقاق، غندير ليها اف بريم، وفي المقام غنشد هذا الجذر اف نكتبو هكا كوبي كولي وغنضربو في 2. اعيد، جذر اف بريم اش كيعطيني؟ كندير بسط على مقام، هذه كنشدها كنكتبها في المقام كيما هي جذر اف وكنضربها في 2. وفي البسط هاد اف اللي كاينه هنا الداخل كنكتبها في البسط مع اشتقاقها اف بريم. حفظوها لي الله يجازيكم بخير. جذر اف بريم كيعطيني اف بريم على 2 جذر اف. فنديرو امثله، مثلا نرجعو لهذا المثال دابا. دونك بغينا نديرو لهاد بريم، خاصية سهلة. المقام كيقول لي اكتب لي هادي كيما هي اكس اس 3 زائد 6 اكس و كنضربوها في 2. البسط اش كيقول لك؟ كيقول لك كتشد هذه اللي كاينه في الداخل ديال الجذر اللي هي تمثل الداله اف وكدير ليها بريم، يعني كدير لها الاشتقاق اكس اس 3 زائد 6 اكس بريم. اذا المقام نحتفظ به كما هو، لا يوجد هناك ما سيتغير في المقام اكس اس 3 زائد 6 اكس. اذا ايها التلاميذ الاعزاء اصبحتم تعرفون ان المشتقه ديال اكس اس 3 هي 3 اكس اس 2. طبقت الخاصيه ديال اكس اس ان، الى اكس اس ان بريم كيعطيني ان فوا اكس اس ان ناقص 1. اذا اكس اس 3 بريم بنفس الطريقه غيعطيني 3 تنزل تحت ونقص منها وحده للاس 2. اذا هنا عطاتني 3 اكس اس 2، والمشتقه ديال 6 اكس فهي على شكل ا اكس تعطيني ا. اللي هو هذه الحاله شكون اللي كيدير ا؟ شكون اللي كيعطي دور ا؟ هو 6. ارجو ان يكون واضحا. غنديروا مثال اخر لا باس في ذلك. مثلا مثال بسيط،
جذر اللي اتنين اكس زائد واحد. اذا في هذه الحالة عندي الصيغة ديال جذر اف بريم. اذا الا بغينا البريم الخاصية كتولي غنجي المقام غنكتب هذه كما هي وغنضربها في اثنان، لاحظ اثنان اكس زائد واحد وغنضربها في اثنان. وفي البسط اش غندير؟ هذه اللي كاينة هنا في الداخل اللي كتبت لي الضالة اف، غنكتب في البسط المشتقة ديالها، بمعنى غندير اثنان اكس زائد واحد بريم. والجميع يعرف ان هذه على صيغة اكس زائد بي كما كتشوفوا هنا. اذا غتعطيني ار دوكا تعطيني شكون هو؟ هو اثنان اثنان على مدى على اثنان جذر لاثنان اكس زائد واحد. اذا الى بغيتي تختزل باثنان باش تفيني الحساب دوكا تكون واحد على مدى على جذر لاثنان اكس زائد واحد. اذا ارجو ان يكون واضحا. دوك ما تنساوش الفرق، الى عندي جذر اكس بريم غادي تعطيني واحد على ماذا؟ على اثنان جذر اكس. ولكن الى عندي جذر اف بريم كتعطيني ماذا؟ كتعطيني اف بريم على ماذا؟ على اثنان جذر اف. دونك الى عندي هنا اكثر من اكس واخا تكون غير اكس زائد واحد كنولي كنضافو لي، دونك هذا واضح. بينما الى عندي اكس فقط الصيغه هي واحد على اثنان جذر اكس. اذا هو عندكم هنا ثم جذر اف بريم دونك غتعطيني و اف بريم على مدى على اثنان جذر اف. خاص تكون دالة اف قابلة للاشتقاق على اي بطبيعة الحال. اي هو المجال اللي كنشتاقو فيه ولا تنعدم على اي، ولا تنعدم على اي. ثم اشنو غيكون عندي ايضا؟ غيكون عندي هذه خاصية ديال اف اس ان، هذه مهمة جدا 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 ايها التلاميذ الاعزاء، وكثير من التلاميذ ديالنا للاسف كيغلطوا في هذه. تعالوا نتحدث على هذه الصيغة. تعلمنا دابا بان اكس اس ان بريم غتعطيني ماذا؟ غتعطيني ان فوا اكس اس ان ناقص واحد، انا عندي اكس. ولكن إلا عندي مثلا 2 اكس ناقص 3 الكل أس 4، لاحظ هنا إلا بغينا نديرو بريم أنه هاد 4 كيلعب الدور ديال إن ماشي ولا لا، وهادي كتلعب الدور ديال إف. إذا أنا أمام صيغة إف أس إن، وإف أس إن خاصية مهمة جدا العلاقة ديالها بوحدها، حيت كتعطيني إن، لاحظوا مجددا كنزل إن لتحت، اف كتبها كما هي ان غنقص ليها واحد، ان غنقص ليها واحد، وباقي خصني نضرب. لاحظ انني مازال ما سايتش، باقي خصني نضرب في ماذا؟ في اف بريم. يعني هذه اللي كاينه هنا خصني ندير لها الاشتقاق هنا، وهذه هي اللي كينساو التلاميذ ديالنا، كينساو يزيدوا اف بريم. سنوضح ذلك، اعيد اف اس ان بريم هي ان فوا اف اس ان ناقص واحد مضروبه مازال في اف بريم. وما تنساوش الله يجازيكم بخير بانه كاين فرق ما بين اكس اس ان بريم اللي هي ان فوا اكس اس ان ناقص واحد وكنحبس وينتهي الموضوع، وما بين اف اس ان بريم اللي هي كتساوي ان فوا اف اس ان ناقص واحد. الشبه غير في هنا، ولكن بعد ذلك كنزيد مازال مضروبه في اف بريم. تعالوا لنرى المثال. مثلا حطيت هنا كمثال 2 اكس ناقص 3 كل اس 4. اذا بريم الخاصية اش كتقول لي؟ غنزل 4 لتحت 4 2 اكس ناقص 3، هنا اش غندير؟ 4 ناقص 1 ان ناقص 1 تصبح 3. والثالث لا مازال خاصني فوا اف بريم، شكون هي اف؟ هي هذه. اذا فوا ماذا؟ 2 اكس ناقص 3 وندير ليها بريم، وبالتاكيد غتعطيني ماذا؟ غادي تعطيني 2 لانها على شكل اكس زائد بي، بي هنا هو ناقص 3 ثلاثة. إذا غتعطيني هذي غتعطيني أ اللي هو 2، إذا هذي 4 عامل 2 إكس ناقص 3 الكل أس 3 فوا جوج اللي تضغط لي هنا، وجوج في 4 تعطيني 8، 8 عامل 2 إكس ناقص 3 الكل أس 3 أس 3. مثال آخر، مثال آخر مثلا ناخذ مثلا إكس أس 3 ناقص 4 إكس أس 2 زائد واحد لكل مثلا اس 7. اذا هذه على صيغه ماذا؟ على صيغه اف اس ان.
و اف اس ان بريم، واعيد واكرر واكرر واكرر، هي ان فوا اف اس ان موازان فوا اف بريم. دونك هنا شكون اللي كيلعب الدور ديال ان؟ هو 7. شكون اللي كيلعب الدور ديال اف؟ هو اكسوس 3 ناقص 4 اكسوس 2 زائد 1، هي اللي كتلعب الدور ديال اف. اذا الى بغينا نشتقوا هذا الخير هذا، دونك بريم غتعطيني ماذا؟ غتعطيني 7، غتنزل لتحت عامل اكسوس 3 ناقص 4 اكسوس 2 زائد 1 غتولي اس ماذا؟ و 6 والسايت مازال ما سايتش، غنبدا ندير فوا اف بريم، يعني هذه بريم فوا اكسوس 3 ناقص اكسوس 3 ناقص 4 اكسوس 2 زائد 1 بريم. اذا هنا هذه اش غتعطيني؟ نكتبوا هذه كوبي كولي، 7 اكسوس 3 ناقص 4 اكسوس 2 زائد 1. هنا المشتقة ديال اكسوس 3 هي 3 اكسوس 2، والمشتقة هنا جوج غتنزل عندها ناقص 4 تولي ناقص 8، وغنقصوا ليها 1 تولي سؤال زول اكس، والمشتقة ديال 1 تساوي صفر، وهذه هي الصيغة ديال المشتقة في هذه الحالة. إذا ما تنساوش أيها التلاميذ الأعزاء وجود فرق ما بين اكس اس ان بريم اللي هي كتعطيني فقط ان فوا اكس اس ان ناقص 1، وما بين اف اس ان بريم اللي هي ان فوا اف اس ان موازان فوا اف بريم. اذا نمر الى تكمله. اذا المشتقات ديال الدوال المثلثيه سينيس وكوسينيس وطونجونت. اذا المشتقه ديال سينيس اكس ينتمي الى ار، هي ماذا؟ المشتقة ديال سينيس هي كوسينيس اكس. تحفظ المشتقة ديال سين هي الكوس، والمشتقة ديال كوسينيس اكس هي ناقص سينيس، والمشتقة ديال المشتقة ديال تو سامبلومون ديال 1 زائد طونجون تو سيتان اكس، والمشتقة ديال طونجون اكس اللي هي تو سامبلومون 1 زائد طونجونت اس 2 لإكس اللي هي 1 على كوسينيس اس 2 لإكس. سواء خدمتي بهذه الصيغة سواء خدمتي بهذه فكلها بسيطة، غير نعطيو واحد الطريقة للتلاميذ ديالنا الأعزاء اللي كيتلفوا بعض المرات. مثلا غندير هنايا سينيس إكس، هادي هنايا سينيس إكس، وهنا غندير كوسينيس إكس، وهنا ناقص كوسينيس اكس، وهنا في التحت ناقص سينيس اكس، كما كاين عندي في الدائرة المثلثية. الآن إلا مشيت في ملحة عقارب الساعة، في ملحة عقارب الساعة هكا، كتولي عندي هنا الاشتقاق. إذا هادي لاش كتصلح؟ كتعطيني الاشتقاق باش ما نتلفش. المشتقة ديال السين هي كوس، والمشتقة ديال كوس هي موان سين، والمشتقة ديال موان سين هي موان كوس، والمشتقة ديال موان كوس هي السين. وبهذه الطريقة إذا كتبتهم سينيس كناقص سينيس كوسينيس ناقص كوسينيس كنعرف المشتقات فقط باش ما نكذبش. إذا أعتقد أن هذا هو كل شيء في سميتو. الآن شوفوا العمليات على الدوال المشتقة، وهو أيضا جدول آخر وجدول مهم جدا. دونك تو سامبلومون دونك ناخذو دالة اف ايضا المشتقة اف بريم. مثلا الى عندي اي زائد في، الى عندي اي ناقص في، الى عندي اي فوا في، الى عندي اي على في، و اي اس ان هي نفسها اف اس ان، دونك هنا لا يتغير شيء. دونك تو سامبلومون الى عندي اي زائد في بريم غتعطيني اي بريم زائد في بريم. بمعنى الى عندي اف زائد جي مجموع دالتين وبغيت ندير لهم الاشتقاق، تو سامبلومون كنشتق الاولى اف بريم وكنزيد المشتق الثانيه جي بريم. نعطيهم مثال، مثلا الى عندي اكس 3 زائد 4 اكس مثلا وزدنا هنا سينيس اكس مثلا، فهذه يمكن نسميوها هنا اف، وسين ممكن نسميوه جي. واذا تطلب مني الاشتقاق كل الموضوع ببساطة هو نشتق هذه بوحدها ونعاود نشتق هذه بوحدها. إذا نمشيو بشوية بشوية من أجل التلاميذ ديالنا الأعزاء، دونك هنا تو سامبلومون
غتعطيني اكس اس 3 زائد 4 اكس بريم، وسنضيف ماذا؟ سينيس ديال اكس بريم. اذا المشتقه ديال اكس اس 3 اصبحتم تعرفون هي 3 اكس اس 2، والمشتقه ديال 4 اكس هي 4، والمشتقه ديال سين الجميع يعلم الان انها كوسينيس اكس. وهكذا كنشتق بكل بساطه. يعني الا بغيت نشتق المجموع واخا يكون عندي ان داله، واخا يكون عندي 3 ولا 4 ولا 5 ديال الدوال، كنشتق كل وحده على حده، كنشتق الاولى ونزيد المشتقه الثانيه ونزيد المشتقه الثالثه حتى كنساليهم كلهم. بنفس الطريقه اي ناقص في، لان ما ينطبق على الجمع ينطبق على الطرح، الطرح هو فقط جمع بصيغه اخرى وصافي. دونك اي بريم ناقص في بريم، يعني كنشتق الاولى وكنعاود نشتق الثانيه. يعني لو كانت هنا ناقص ما غيتغير والو، تو سامبلو غيتبان لي هنا، غتبان لي هنا ناقص، يعني ما غيتغير والو، غترجع لي هنا ناقص تو سامبلومون. دونك باش نربحو الوقت، اذا اي فوا في هذه مهمة جدا. اي فوا في بريم، الى عندي جداء دالتين اش كندير؟ كنولي كنشتق الاولى كندير ليها بريم وكنضربها في الثانية كيما هي، فوا في زائد اي الاولى كيما هي، وعاد كنشتق الثانية. يعني كتبناها اف فوا جي اللي كيتلف على حساب الرموز، فهي اف بريم. لاحظوا اشتقت الاولى درت ليها بريم مضروبة فوا جي كيما هي بلا ما نغير فيها والو، زائد هاد المرة كنت اشتقت اف بريم ما غاديش نعاود نشتقها دابا، غنكتب اف فوا جي، جي غندير ليها بريم. اعتقد اننا نحتاج الى مثال، غندير مثال او مثالين. مثلا عندي جذر اكس هو مثلا اكس اس 3 ناقص 4 اكس مثلا، وبغينا نديرو لهادي بغينا نديرو بريم. اذا ممكن نسمي هادي هي اف ونسمي هادي جي. دونك انا دائما ملي كنبغي نشتق كنصور راسي اشمن صيغه عندي هنا الجداء. اذا اصبحتم تعرفون ان اف فوا جي بريم هي اف بريم فوا جي زائد اف فوا جي بريم. اذا هنا غادي يرجع در اكس بريم فوا اكس اس 3 ناقص 4 اكس زائد هذه كيما هي جذر اكس فوا اكس اس 3 ناقص 4 اكس بريم. اذا جذر اكس بريم هو 1 على 2 جذر اكس، ثم اكس اس 3 ناقص 4 اكس. لاحظوا انني طبقت ان جذر اكس بريم كيعطيني 1 على 2 جذر اكس زائد ماذا؟ زائد جذر اكس. المشتقه ديال هادي هي تو سامبل، المشتقه ديال اكس اس 3 هي 3 اكس اس 2، والمشتقه ديال ناقص 4 اكس هي ناقص 4. لا سيد الاشتقاق اللي بغى يدخل في الكالكيل باش يبسط المساله فهو حر. دونك هنا هذه الطريقه. نديرو مثال اخر، المهم الا حطيتي الخاصيه راه معليش تلف، لان انا سايل غير حساب حسابه فقط. مثال بسيط، مثلا 2 اكس ومثلا سينيس اكس، مثلا 2 اكس سينيس اكس. اذا هذه 2 اكس ممكن نعتبروها هي الداله اف، والسينيس ممكن نعتبروه الداله جي. اذا عندي اف فوا جي. دونك الخاصيه غندير اف بريم، بمعنى دابا بغيت نشتق هادي غتعطيني 2 اكس بريم فوا ياش فوا سينيس اكس كيما هي. لاحظوا اشتقيت هادي وغنضرب هادي كيما هي، زائد ماذا؟ هاد المرة ما غاديش نشتق هادي، درت ليها في ديجا الاشتقاق انا حضرت عليها كيما هي، فوا هاد المرة نشتق سينيس ديال اكس بريم. إذن 2 اكس بريم غتعطيني 2 فوا سينيس اكس كيما هو، ثم 2 اكس المشتقة ديال السين الجميع يعرف انها هي الكوس، دونك 2 اكس كوسينيس اكس. ارجو ان يكون واضحا. إذن هذه تو سامبلومون هي اي بريم فوا في زائد اي فوا في بريم، او الذي كيختم اف فوا جي كرموز لا يتغير شيء، اي بريم فوا جي زائد اف فوا جي بريم. الآن سنمر إلى إي على في.
على V كخاصية F على G بريم أو لا إي على V بريم، لا فرق، غير الرموز اللي كيتبدلو. خاصية كتعطيني هنايا إي بريم فوا V، كنشتق هادي وكنضرب في المقام كيما هو، ناقص، تنبيه ناقص إي كيما هي فوا في بريم، وفي المقام اش كندير؟ في كندير ليها أوسيتنا. مضرب زادا هي إف بريم فوا جي ناقص إف فوا جي بريم على جي أوسيتنا. تو سامبلومون ملي كنعرف لا فورميل كنعرف أشنو خصني ندير، خاصني نشتق البسط ونضربو في المقام كيما هو وندير الإشارة ديال ناقص، وناخد البسط كيما هو ونشتق المقام، وفي المقام اش كندير؟ ديك في اللي كانت في المقام كندير لها أوسيتنا. غنديرو مثال، تخيل مثلا عندي اثنان إكس على إكس زائد ثلاثة وبغينا نشتقو هادي، إذا البسط هنا هاد اثنان إكس كتلعب الدور ديال الدالة إف، و إكس زائد ثلاثة تلعب الدور ديال الدالة جي، يعني عندي إف على جي، وخصني ندير لها الإشتقاق، إذا خصني نطبق لا فورميل إف على جي بريم. إذا الخاصية كتقول لي غتشتق البسط اثنان إكس بريم فوا ماذا؟ فوا المقام كيما هو اللي هو إكس زائد ثلاثة، وكندير ناقص، ناقص ماذا؟ ناقص البسط غنخليه كيما هو اثنان إكس، وغنشتق المقام اللي هو إكس زائد ثلاثة، على ماذا؟ المقام اللي هو إكس زائد ثلاثة غندير ليه أوسيتنا. إذا هنا اثنان إكس بريم ماذا ستعطيني؟ ستعطيني اثنان، الجميع يعلم الصيغة اللي درنا في الجدول أ إكس بريم تعطيني أ. بنفس الطريقة اثنان إكس بريم تعطيني ماذا؟ تعطيني اثنان، إذا هذه اثنان، عامل إكس زائد ثلاثة ناقص، انتبه هنا كاين واحد بريم، اثنان إكس هي المشتقة ديال إكس زائد ثلاثة بريم تعطيني واحد، لماذا؟ لأن هنا كاين واحد، دونك تدي ناقص اثنان إكس على ماذا؟ على إكس زائد ثلاثة الكل أس اثنان. إذا هذا هو كل شيء، يعني اللي بغى يتعمق في الحساب ويبسط في الموضوع بسيط. أتمنى يكون واضح، ما فيها بس نزيدو مثال آخر. مثلا عندي سينيس إكس على مثلا إكس أس ثلاثة زائد أربعة مثلا، دونك هذه اللي في السين تلعب الدور ديال إف، وهذه اللي في المقام تلعب الدور ديال جي، إذا هذه لا فورمول إف على جي. هيا مكتوبة في السبورة إف بريم فوا جي ناقص جي بريم على جي كار، دونك غتعطيني سينيس إكس بريم، سينيس إكس بريم فوا ماذا؟ إكس أس ثلاثة زائد ماذا؟ زائد أربعة كما هي، هنا كنطبق إي بريم فوا في ناقص كيما في الخاصية، ناقص إي هذه كيما هي، سي كيما هي، سينيس إكس فوا ماذا؟ فوا في بريم اللي هو إكس أس ثلاثة زائد أربعة بريم على ماذا؟ المقام أس اثنان اللي هو إكس أس ثلاثة زائد أربعة الكل أس اثنان. إذا هنا المقام كوبي كولي، إكس أس ثلاثة زائد أربعة الكل أس اثنان. الآن المشتقة ديال السين هي الكوس، وهادي غتبقى كما هي، إذا عندي إكس أس ثلاثة زائد أربعة عامل لكوس إكس، ثم المشتقة ديال إكس أس ثلاثة هي ثلاثة إكس أس اثنان، المشتقة ديال أربعة هي صفر، إذا ناقص 3 اكس اس 2 فوا سينيس اكس، وهذا هو هذه هي المشتقه في هذه الحاله. اذا خلينا اي اس ان، اي اس ان هي نفسها، اي اس ان هي نفسها اف اس ان اللي شفنا قبل لحظات، اللي هي ان فوا اي اس ان موانز ان فوا اف بريم، قلنا هنا ان فوا اف اس ان موانز ان فوا اف بريم، وعطينا امثله. دونك اش بقينا؟ بقينا المشتقة ديال المركبة اللي هي اف اون جي او لا جي اون اف، ساو بيان او مي، ماشي في الحساب ولكن غير في الاشتقاق، الطريقة باش كنشتقوا المركبة. إذا قبل نكتبوا هادو، قلنا هادي اي بريم فوا في ناقص اي في بريم على في او سيكنال، ثم قلنا اي اس ان هي ان فوا اي اس ان ناقص واحد مضروبة اي بريم. الآن اي غون في، دونك هادي غتساوي ليا اي بريم ليكس فوا في بريم ليكس،
دونك نديرو مثال. مثلا بغينا نشتقو مثلا كوسينيس ديال مثلا اكس اس 3 زائد 1 بريم. دي في بريم ديال اكس ضربة اي دونك هنا بريم. دونك هنا اش غندير؟ غنشد هادي اكس اس 3 زائد 1 غنشتق هذاك الشيء كاين في داخلي هو الاول بريم مضروبه في ماذا؟ كوس بريم ديال اش؟ ديال اكس اس 3 زائد 1. اذا هنا المشتقه ديال اكس اس 3 زائد 1 المشتقه ديال اكس اس 3 هي 3 اكس اس 2 والمشتقه ديال كوس هي موان سين. اذا نديرو موان سينيس لاكس اس 3 زائد 1. اذا هكا كنشتق المركبه مثلا سينيس لي اكس اس 3 ولا اكس اس 2 ناقص زائد 4 اكس نامبورت كوا زائد 1. دونك المشتقة هنا تو سامبلومون غنشد هادي اللي كاينة لداخل غادي نشتقها كيما هي نشتقوها اكس اس 2 زائد 4 اكس زائد 1 بريم مضروبة في سين بريم لي ماذا؟ لي اكس اس 2 زائد 4 اكس زائد 1. دونك هنا المشتقة ديال اكس اس 2 هي 2 اكس ديال 4 اكس هي 4 ودير 1 هي صفر. المشتقة ديال السين هي الكوس فوا كوسينيس ديال اكس اس 2 زائد 4 اكس زائد 1. اذا بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا اللي كينضاف هما الخواص ديال الاكسبونونسييل واللوغاريتمي بريم. اذا شفناهم في الدرس اكسبونونسييل ديال اكس بريم كيعطيني اكسبونونسييل. دائما اكسبونونسييل ديال اكس بريم كيعطيني الاكسبونونسييل ولكن الا عندي او و سي ال اكس يعني كاينه دالة تما شفناهم في الدرس. دونك غادي تنزل هذه المقام اي بريم ديال اكس كاينه عندي او و سي ال اكس بريم. اذا اش غندير؟ غنربط هذه لتحت وهذه ديال الاشتقاق اي بريم ديال اكس مضروبه او و سي ال اكس. غنديرو مثال. مثلا عندي اكسبونونسييل ديال 4 اكس وبغينا نديرو لها بريم الخاصية كتقول لها 4 اكس نزلها لتحت ودير لها الاشتقاق يعني بريم مضروبة فهادي كيما هي كيما كتلاحظو كوبي كولي. دونك اكسبونونسييل ديال 4 اكس اذا 4 اكس بريم تعطيني 4 فوا اكسبونونسييل ديال 4 اكس تو سامبلومون. ونديرو مثال اخر لا بأس في ذلك. دونك مثلا اكسبونونسييل ديال 3 اكس ناقص 4 وبغينا نديرو بريم طريقة بسيطة غادي نزل هادي المقام وغنديرو ليها بريم مضروبة اكسبونونسييل ديال 3 اكس ناقص 4. إذا هادي في الاشتقاق غتعطيني 3 فوا اكسبونونسييل ديال 3 اكس ناقص 4 4. اعتقد ان هذا واضح. اذا هنا بريم ديال اكس مضروب في اكسبونونسييل ديال ال اكس. ثم بقي خاصيتين ln ديال اكس بريم دائما اكس يجب ان ينتمي الى اغ نجم زائد يعني يكون على الحقيقي الموجب غير منعدم غتعطيني واحد على اكس تو سامبلومون يكون بسيط تحفظ. ثم الى عندي ln ديال ال اكس كخاصية كتقول لي اي بريم ديال اكس على ال اكس. مثلا الى عندي ln ديال 4 اكس زائد 7 بغينا نديرو لها بريم خاصية كدير بسط على مقام هذا الشيء كاين هنا اللي هو كيمثل ال اكس كتبو في المقام كيما هو 4 اكس زائد 7 في البسط هنا كدير ليه الاشتقاق وبالتأكيد كلكم تتعرفوا بأن 4 اكس زائد 7 بريم تعطيني 4 على ماذا؟ على 4 اكس زائد 7. مثال آخر ونكونوا سالين أيها التلاميذ الأعزاء مثلا إلى عندي إلين مثلا إلين لأما إكس أس 3 زائد إكس بريم دونك كندير بسط على مقام هادشي كاين هادي كيمثل إل إكس كنكتبو في المقام كيما هو بكل بساطة إكس في البسط هادا كنشتقو إكس أس 3 زائد إكس بريم.
إذا x ثلاثة زائد x كما هي، ثم المشتقة هنا ديال x ثلاثة هي ثلاثة x اثنان، والمشتقة ديال x هي واحد. إذا هذا كل شيء فيما يتعلق بجدول الدورة الأصلية. لاستفساراتكم أو ملاحظاتكم أرجو الاتصال بنا عبر الموقع أو عبر أرقام الهواتف الأسفل الذاكرة. وصلت بك فاسيت، أرحب بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.